ناس في عمرنا نموت ونموت ويحيى الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن الشهداء يا الوطن الشهداء يا الوطن الشهداء الشهداء قرار تقديم المسيرة اليوم وقرار الوطني. وكتشوفوا نحن محاصرون، تبلغنا من البنات ورفضنا نتسلموه ومريح نحن محاصرين جهات الربعة. عاد دابا اللي ورانا حيدة القوات العمومية. طبعا قرار ديال المسيرة اليوم ليس منعزلا، كان القرار من قبل 13 نوفمبر وكان القرار ديال المسيرة رادو جنبير، واليوم المسيرات هو الاحتجاج، احتجاج على السياسات العمومية ديال الحكومة في القطاعات الاجتماعية، ومن بينها غد الطرف على الفلاحين الكبار والمنتجين الكبار في التصدير أوروبا ودول الخليج وأفريقيا، الشيء اللي ينتج عليه الغلاء الفاحش. المواطن المغربي اللي كيضر اللي كدح يوميا كيكدح ملي كيخرج السوق ما كيلقى الخضار والفواكه واللحم ما قدرش، غالي جدا. كذلك كنحتجوا على تلكع الحكومة في اتفاق 3 أبريل، هناك بنود لا تكلف ولو درهم من واحدة، ومن بينها حرية الحقوق. وأنت كتشوف الآن نحن ممنوعين، وكاين الملف الذي نعتبره قنبلة موقوتة، هو ملف ديال التقاعد. وزيرة المالية سوف تغامر، وزيرة تغامر بالأمن والاستقرار إلى انفجر قنبلة التقاعد، ستأتي على الأخضر واليابس. وتحية لكم. اليوم بناء على القرار الذي اتخذه الاخوان ديال مكتب التنفيذي كفضل المختار شغل على الوقفات الاحتجاجيه على امتداد خريطه الوطن التي نعبر الحكومه الحاليه عن استيائنا وشجبنا على ضرب القدره الشيئة للمواطنين، بل اكثر من ذلك الوضعيه مقلقه ولا تبعث على ارتياح. الوضعيه الاجتماعيه اليوم هي يعني غادية لواحد المنحدر خطير، والسلم الاجتماعي الذي تنشده الحكومه لن يكون ابدا لثمن بسيط، هو انه هذه الوضعيه المقلقه لجميع المستويات وارتفاع الاسعار وتدني الخدمات. وبالتالي انه اليوم هذه الوقفه هي بدايه لواحد المسلسل طويل أقره المكتب التنفيذي لكفضل مختار الشغل. وبالتالي أنه نتمنى أن الحكومة الحالية أنه تستحضر الظروف اللي كنعيشوا جميعا. لا يعقل أنه المغرب اللي دار يعني المغرب الأخضر والذي تنبأ بأنه الاكتفاء الذاتي بالنسبة للخضروات، نعيش بأنه اليوم الخضرة كتمشي لأوروبا وكتمشي لإفريقيا، وهذا الشيء اللي يجعل الغلاء اليوم ببلادنا. كما أنه التضارب ديال المجموعة ديال المضاربين والفلاحين الكبار هم الذين يريدون الفقر، وكما يقول واحد الزعيم انتهى لا خير لشعب ياكل من وراء البحر. حنا بغينا ناكلوا الخيرات ديال بلادنا. نتمنى ان الحكومات يعني تسمع الوقفه الاحتجاجيه اليوم ديال كفضل وقت الشغل، ويبدا الحوار الاجتماعي لمعالجه مجموعه ديال المشاكل والاختلالات اللي ربما ستعصف بالسلم الاجتماعي ببلادنا. هذه الوقفه اعلنت عنها الكونفدراليه من اجل ضد الغلاء ديال المعيشه وضد كذلك ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية. لذلك الكونفدرالية اليوم رغم المنع، رغم العدد ديال المضايقات اللي دارتها السلطات، أبت الكونفدرالية إلا أن تحتج وتقيم احتجاجها من أجل الإجراءات المنعدمة ديال الحكومة المغربية من أجل التخفيف من على الشعب المغربي من هذا الارتفاع الصاروخي ديال الأسعار.